ويا هلا، سؤالنا النهاردة عن التطريز والتطريز على الصوف الهاند ميد تحديدا، لانه لو قصدك انه على الصوف بشكل عام، انا فعليا عملته على الصوف البلوفر ده، وفعليا هو صوف بس هو جاهز، فانا هعمله لكم النهاردة على هاند ميد وهعرفكم تفاصيل اكتر عن التطريز على الصوف. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. لو لسه اول مرة تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، الكروشيه العادي وحتى التريكو. تطريز على الصوف، تطريز على الصوف بيجي بأشكال كتيرة جدا. ممكن استخدم خيط التطريز العادي وهعمل منه حروف بسيطة، وفي تطريز على الصوف بيوصل لدرجة ان انا استخدم الخرز او استخدم الخيوط اللي فيها لمعة زي كده وادخلها في البورتريه او القطعة اللي انا شغالة فيها تطريز. طبعا مش هنقول معلومات احنا عارفينها من فيديو التطريز السابق، لو لسه ما شفتوش الفيديو ده، الفيديو اهو هتلاقوه في صندوق الوصف، روحوا شوفوا التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها سابقا. زيادة بقى على التفاصيل دي، كمان احنا ممكن نطرز بالصوف نفسه. يعني ايه الكلام ده؟ وده ممكن ممكن. والبلوفرات اللي انت شايفاها دلوقتي دي كانت ترند فترة طويلة، فعليا هي بتطرزي على الصوف، سواء اشتغلتيه تريكو او كروشيه تونسي او كروشيه عادي، بتعملي القطعة بيزك خالص مفيهاش اي تفاصيل، وبعدها بتبتدي تطرزي بالصوف نفسه. ولكن هقولك تفصيلة صغيرة جدا، لو هتطرزي بالصوف فهتستخدمي إبرة تنظيف. أفضل حاجة لتطريز الصوف هو إبرة التنظيف الأساسية اللي هي شكلها كده، سنها مش بيشوك، عريضة وصلبة زي ما انت شايفة، ويفضل تكون قصيرة مش ضخمة قوي، ولكن دي مقبولة نوعا ما. ولكن هي عشان بتشوك وطويلة ورفيعة شوية مش هتخدمنا وتسرع الأداء، إنما الإبر اللي هي تنظيف ومتنية بالمنظر ده بلاش منها نهائي. فاحنا هنستخدم لتطريز الصوف الإبرة الأساسية بتاعة التنظيف، وهنطرز بصوف من نفس الخامات اللي هي بالصوف. طبعا ممكن تطرزي بنفس اللون أو ألوان مختلفة انتي وجرأتك في طريقة اللبس، تمام؟ لأن في ناس مش بترضى بالتطريز اللي هو بألوان مختلفة ويكون صوف، بيحبوا التطريز يكون بنفس الشكل بحيث القطعة تبان منقوشة وبس. فهطرز معكم النهاردة بالخيط ده خيط تطريز عادي، وهنستخدم له الإبر دي تعتبر إبر تطريز، وطبعا مش رفيعة قوي، مش سميكة جدا، إبر تطريز عادية جدا. فهستخدم معاكم الخيط ده بإبر التطريز العادية، وهنعمل حروف، وهنعمل بالصوف العادي اللي هو صوف الكروشيه، هنعمل بيه برضو تطريز ورد ضخم على قطعة هاند ميد. فيلا بينا نبدأ نشيل الزحمة الزيادة. أول حاجة هنبدأ بيها لتطريز الحروف، طبعا هعمل معاكي غرزة أنا عملتها من قبل في التطريز، هي أكتر حاجة بتنفع معايا. بعد ما بتأكد إن أنا ثبت الخيط بالطريقة دي وإنه مش هيطلع معايا، لازم يكون خيط ثابت، بجيب الإبرة وأقعد ألف كده، وبمسك كده بصباعي وأطلع، تمام؟ وحاولي طبعا الغرز ما تكونش ضيقة بالزيادة بالشكل ده كده. شايفة أنا إيديا ثابتة إزاي لحد ما أعمل الشكل اللي انت شايفاه ده، تمام؟ وأرجع أثبته. وطبعا الغرزة العدلة، غرزة النسيج، الغرز دي سميكة، فعادي جدا ان انا اشتغل من داخل النسيج وما يبانش حاجة من هنا من بره. نشتغل بقى حرف، وطبعا بصوا ما تبدأيش من هنا من فوق، لا ابدأي من تحت من اخر حاجة. ليه؟ علشان ما تعملش معاكي كده، يكون في فراغ ما بين الغرزة والجسم بتاع القطعة اللي انت شغالة فيها. لا، نبدأ من تحت خالص اهو. وطبعا مش حتما ان انت تضيقي على الابرة اللفة، لا عادي، يعني خليها حرة كده براحتها، على اساس ان انت لما تيجي تسحبي يكون الشغل بتاعك حر شوية. وهحاول بقى ايه، انزل زي ما قلت لكم كده لحد ما اوصل للجزء العميق ده من تحت، وهروح اثبتها فين؟ اثبتها في القطعة، ارجع تاني، تمام؟ طبعا كل اللي انت شايفينه دلوقتي كعبلة كده، ولكن حالا هظبط لكم كل حاجه. طبعا هي اكتر حاجه بتتعمل في الورد الغرزه دي، ولكن هي اكتر حاجه نفعت معايا لان هي فوق الصوف مش تحتيه، فظبطت قوي معايا ونفعت. لكن غير كده بصراحه ما نفعش معايا، لانه لازم تشتغلي القطعه
وتنفذيها على فازلين وليها تفاصيل ومقاييس تانية يعني. بس دي لو حبيتي تعمليها وتعملي مثلا وردة او كده هتطلع تحفة قوي. تمام، هي دي اكتر طريقة نفعت معايا في تطريز الصوف وكانت مميزة قوي. لو حبيتي تعملي ورد فالورد هيكون شوية اسهل يعني كده. تمام، المسألة طبعا بتكون اسهل بكتير واسرع، ويفضل لو حبذا يعني انتي رسمة الوردة بتاعتك هتكون شكلها عامل ازاي، متكونش مثلا عشوائية قوي زي ما انا بعملها دلوقتي. لو حبينا نعمل لها مثلا عقدة فرنسية بنلف على الابرة كده وبندخل اللفة بتاعتنا من النص. تمام، فبتقدري تعملي ورد او تفاصيل بارزة ضخمة اكتر منها حاجات ميني، ولكن الحاجات الميني زي ما انت شايفة حرف زي كده حروف ضخمة، وكمان حبذا لو كبرتيها اكتر من كده يكون الحرف يعني اوفر شوية. لكن الطريقة اللي انت شفتيها في الفيديو ده مثلا اللي هي نعملها زجزجة لازم برضو الخطوط تكون عرضية يعني ضخمة، ويعني كده بصي فاهماني. ده على فكرة هاند ميد كارديجان الشتاء، فيعني يعتبر شايفة طبعا ايدي بتكون مرتاحة وبالراحة خالص، مش بشد علشان القطعة ما تطلعش معايا التطريز بتاعها يعني مكتوم كده وعامل زي تطريز المكنة، وده طبعا بيضغط قطعة الصوف وبيخليها مكرمشة من اماكن مختلفة. تمام، يعني اهو ثمني اخفي لك ال فوالا، زي ما انت شايفه ده تطريز وده نفس النظام وده نفس النظام. ممكن تعمليها وتكون بارزه كده خارجيا وتثبتي الزجزجه دي بعد ما تخلصي زي ما احنا عملنا، او تعمليها بالطريقه دي او تعملي ورد بارز اللي يعجبك. زي ما انت شايفة ده التطريز بيتم على الصوف بالمنظر ده بالنسبة للطريقة دي، والطريقة دي بتخلي شكل القطعة من ورا كل حاجة عملتيها باينة. فقطعة فازلين وابقى اقفليها بالمكوة، دي ممكن تعمليها وتكون مخفية من بره مطرزة ومن الخلفية مفيش حاجة. نيجي دلوقتي لتطريز الصوف بالصوف. اول حاجة بنخلي الخيط مزدوج، ايا يكن سمك الخيط اللي هتستخدميه خليه مزدوج. تمام، نعمل عقدة كده بس عشوائي عشان الخيط ما يطلعش مننا ونشتغل. اوكي، لو هنفذ وردة فطبعا اضخم حاجة ويفضل ان انتي تعمليها وتكون تبعا لرسمة. فهماني؟ المنظر بيكون كده يعني ضخم وسميك، ومن الافضل برضو ان انتي تعملي عارفة الطريقة دي اللي هو لو هتعملي وردة تعمليها عبارة عن خطوط بالمنظر ده. تمام، ترسميها انتي، تكون الوردة بتاعتك مرسومة شايفة، الطريقة دي بتخلي الحاجة مرتاحة معاكي وتكملي رسمة الوردة تبعك. ودي طبعا مش بتصلح فيها حروف، لا دي بس بتتعمل كده بخلي القطعة بتاعتي ليها
منظر، وفعليا بتضيف للقطعة الهاند ميد اللي انا شغالة فيها. وطبعا دي بقى بقدر العب في المدى بتاع الوردة، شكلها قد ايه بقى بتكون ضخمة، كلام من ده، كل ده انا بقدر العب فيه براحتي تماما. بتكون افضل بكتير من انتي تعمليها وتكون مكعبلة كده، لان دي مش هتبرز زي دي مثلا، هي دي بس مش هتبرز. فيفضل ان انتي تعمليها تكون مصمطة كده وضخمة، يعني اضخم كمان من كده. وبتكون الوردات اللي بتتعمل بالاسلوب ده زي ما انت شايفة في البلوفر ده بتكون متقاربة جدا من بعضها عشان تكون لك يعني شبه بورتريه، فبتكون مميزة قوي وشكلها حلو. وده يا ستي التطريز على الصوف بطريقة بسيطة وسهلة. تختاري تطريز الصوف بالصوف او تطريز الاحرف، سواء بالطريقة دي او الطريقة دي، هما اكتر طريقتين بيمشوا معايا، او تطرزي ورد وتفاصيل ولكن بالخيوط التطريز العادية، انتي وراحتك. شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واي سؤال عندكم سيبوهولي في التعليقات برد عليه، حتى لو فات وقت طويل برد على السؤال وبجاوبكم عليه سواء بفيديو او في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على تيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. مع السلامة، باي.